اذا تاهو ار اس تي فيها اون ستار فيها واي فاي خليك على اتصال. شو يعني اون ستار؟ اون ستار يعني خليك باتصال وبامان. ونجرب الاون ستار مع بعض. اون ستار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم ممكن الحمد لله تمام. ممكن اعرف بالله شو الخدمات اللي بتقدموها من اون ستار لنا؟ ايمن بيجا واهلا وسهلا يا اخ ايمن يعني. واهلا طبعا باهل الامارات كلهم. مرحب بكم في افطار. بالنسبه للخدمات اللي نقدمها طبعا بتكون خدمات حمايه واتصال وواي فاي. بالنسبه لخدمات حمايه طبعا بتكون خاصه اكثر بالزر الاحمر وبتكون بها مزايا كثيره، منها مثلا ان حركتك ممكن تضغط على الزر الاحمر في اي وقت صادف حركتك، يعني اي ظرف طارئ على الطريق مثلا لتعطل السياره لا قدر الله او انفجار الاطار او ما الى ذلك او نفاذ الوقود حتى. وايضا في ميزه اخرى من ميزات الحمايه وهي الاستجابه التلقائيه للحوادث زي ما حضرتك عارف يا اخ ايمن. يعني السياره خاصه حركه ذوي حساسات اذا تم فتح الوسائل الهوائيه تقوم يعني السياره بالاتصال بنا بشكل تلقائي وبنضل مع حضرتك على الخط الى ان نتاكد ان السياره الخاصه بحضرتك او عفوا نتاكد ان حضرتك يعني بامان وسلامه. وطبعا من ضمن خدمات الحمايه ايضا هي خدمه مساعده سياره السياره المسروقه. فهذه يعني تعمل في ان في حاله سرقه السياره لا قدر الله طبعا يكون في اشعار بيتم ارساله لحضرتك طبعا ويعني بالسرقه، ومن ثم حضرتك اذا قمت ب يعني تفعيل محضر من الشرطه او تقرير بنكون احنا بمساعده الشرطه والسلطات المختصه في ايجاد موقع السياره باستخدام الجي بي اس وايضا ايقاف المحرك بشكل تام او حتى تبطيء سرعه السياره، وكل هذا بيتم بامر من الشرطه طبعا. وطبعا في ميزه اخيره من مميزات يعني الحمايه وهي يعني المواطن الجيد كما يسمونها، وهي يعني تعني ان حضرتك ممكن حتى تضغط على الزر الاحمر في اي وقت حضرتك رايت شيء يعني بالشارع وحابب تبلغ عنه، يعني شيء مثلا لا سمح الله شيء مثل مساعدة شيء مثل تبلغ عنه. نعم فهمت عليك. طيب سؤال، في كمان واي فاي عن طريقكم؟ صحيح بالفعل. بالنسبه للواي فاي طبعا زي ما حضرتك عارف سياره حضرتك مزوده بجهاز واي فاي يعني زي اللي موجود بالبيت بيطلع شبكه واي فاي 4G. طبعا تقدر توصل عليها الى 7 أجهزة في وقت واحد بمشاركه الافلام والالعاب وما الى ذلك حتى. حلو تمام ما شاء الله. بالنسبه لمرقه الاتصال نعم يعطيك العافيه. بالنسبه لباقات الاتصال اللي هي الكونكت، باقة الاتصال بتكون خاصة بالزر الأزرق وأيضا بتكون خاصة بالتطبيق أو الأبليكيشن. طبعا زي ما حضرتك عارف بالنسبة لسيارة حضرتك الشيفورلي التطبيق بيكون اسمه ماي شيفورلي. هذا التطبيق يعني بيميز السيارات الخاصة بالشيفورلي بفعل الكثير من المزايا، منها التحكم في السيارة عن بعد مثلا من ناحية تشغيل المحرك عن بعد وتفتح وغلق الأبواب وتحديد موقع السيارة التقريبي يعني عن طريق الأبليكيشن والسائق الذكي وما إلى ذلك. وايضا احيانا بيكون في طبعا اذا توفر في سياره حضرتك طبعا برنامج ارسال الوجهه، وهو ان احنا بنقدر ان احنا نرسل لحضرتك وجهه معينه او لوكيشن معين على شاشه السياره الرئيسيه الموجوده. وطبعا من الخدمات ايضا الخاصه بالاتصال وهي الفحص عند الطلب. حضرتك تقدر تطلب فحص عند الطلب بالسياره عن طريق الضغط على الزر الازرق اذا حضرتك حابب تروح مشوار بعيد او مسافر او شيء لكي نطمئن على حاله السياره العامه ونبلغك ان كان في اي شيء في انظمه القياده الاساسيه طبعا. وهذا يعني او هذه الميزه ترسل حضرتك شهريا استبيان عن حاله السياره العامه وما الى ذلك يعني وطريقه او نمط القياده الخاص بحضرتك طبعا. وطبعا بالنسبه ل يعني خاصيه تشغيل المحرك عن بعد او ارسال الوجهه، هذا طبعا بيكون اذا توفر هذه المزايا في سياره حضرتك طبعا. نعم متوفر. نعم انا معي تاهو وهكذا بتكون تاهو ار اس تي وهي متوفر فيها. صراحه انا اشكرك على جزيل الشكر على هذه المعلومات، وهي صراحه بتخليني انا متمسك في هاي السياره على هذه الخدمات الرائعه. شكرا شكرا اون ستار. الله يعطيك الف عافيه اخ ايمن. ايضا شيء اخير بس انوه حضرتك، طبعا حضرتك اول ما بتكون بالاشتراك بيكون محضرتك باقه الستاندرد كونكت او الاتصال الستاندرد يعني، وهذه بتكون الباقه الاساسيه يعني اللي هي بتكون ضمن الخدمه. وهذه بتكون عمرها 10 سنوات وبتكون يعني تشمل السائق الذكي وال يعني الاستبيان اللي بيحصل لحضرتك فقط كل شهر على البريد الالكتروني.